السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المتابعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. قصتنا اليوم بأحدى القرى وعن مقبرة بقولوا أنه فيها أشياء غريبة. بس قبل ما نبلش قصتنا، يا ريت تتكرموا علينا بالاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس والإعجاب. بسم الله نبدأ. كان في بهالقرية مقبرة، والقرية هاي فيها مقابر كثير. كل مقبرة عليها قفلة. كان في ولد بهالقرية بيقولوا له حسن. حسن قلبه قوي، فسمع عن مقبرة بيقولوا انها فيها شغلات غريبة، بيشوفوا شغلات من هالكلام يعني. فقرر انه يروح عليها، فراح قال لأصحابه، واحد اسمه محمد وواحد اسمه علي، قال لهم خلينا نروح نشوف نتأكد من هالحكي صحيح. أول شيء لا تروح جمع أو مقبرة، ما ردش حسن، تنحتتني هاي واحدة، قال بدي أروح بدي أروح، كم مش تروحوا معي كيف؟ قال لا خلاص بنروح. يا من وصلوا على المقبرة يا إخوان، لقوا باب المقبرة بدون قفل، وهذا إشي غريب. يعني المقابر بالقرية هاي كل مقبرة لها باب، والباب له قفل إلا هالمقبرة. راحوا لها أمير، طبعا أحسن وقت عشان ما حد، بعد العشاء ما فيش حد. فقال حسن لرفقاته يلا خلينا نفوت، قال له هنا رفقاته تجمدوا بأرضهم، قالوا له لا احنا ما بنفوت احنا هون بس، قالوا ما انتم جبنا، انتم مش خويفين، انتم مش عارف شو، قالوا له خويفين جبنا، فوت لحالك فوت لحالك. قال صار فايت من باب المقبرة، قام مسكر الباب لحاله، ما أخذ ولا أعطى فيها حسن، قالوا له لك ارجع وكرجع، ما ردش عليهم، ظل ماشي. فجأة بعديها خمس دقائق ما فاق غلطهم الشباب على الأولاد هذولا، وإلا حسن قدام الباب وغمي، وصل عندهم غمي، يجي يركض ووصل لعنهم وغمي، فتحوا الباب دغري وطلعوه. لما صحوه خذوه على بعدوه على المقبرة طبعا، لما صحوه قالك مالك شو فيه شو صاير، قال لهم شو صاير، قلكم صرت فوق جنب واحد من هالمقابر من هالقبور، وما عبت ولا هالمرة العجوز بلا عيون بتنزل دم وبتركض وراي يا اخوان، شي بقشع البدن والله قشعر بدني، تركض وراي بتصيح بشي بتوكني اشي قال بس شفتكم اغميت، ما شفتوش ما شفتوها شي، قال والله ما شفنا غير انت كنت. هذا حسن له جده هيك كبيره بالعمر، أخذوا هالرفقاته أخذوا لعند جدته، شوفي ولك شوفي، قلت له أنتوا بلا عقل، ولكم أنتوا مجانين، أنت تروح على هالمقبرة هاي ولكم اسألوا احشوا، قال شوفي. قال زمان كان في عندنا مرة عجوز ساحرة، شياطين وجن وسحر أسود، يوم من الأيام لقيناها مشنوقة بهالمقبرة،
من هذاك اليوم يوم اندفنوها من هذاك اليوم لهاليوم هذا وهم بيشوفوا شغلات وبسمعوا شغلات بهالمقبرة، وكثير شافوها وهي طالعة. طبعا هي ميتة خلاص ماتت، ولكن الجن بتشكل فيها يعني مشان يخوفوا، مشان يقولوا شوف يعني احنا نطيبها، احنا مش عارف شو، نرجعها على الحياة مرة ثانية، كانت هاي مش عارف شو. هذا اللي بقوله. وقبل ما نختم القصة، حسن كان قلبه قوي، كان زمان، كان فعل ماضي ناقص، قلبه قوي، هسه قلبه قطيعة أكثر مني. هون خلصت القصة، وبنحب نقول لكم كلمتين يا أخوان. يعني إحنا بنحب نقول إنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا انقطع إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. بس هاي اللي بتربطه، مش بتربطه يعني هذا اللي بيجي أجره، يعني هو خلص انتهى، انقطع عمله من الدنيا نهائيا. يعني ما في ميت بيقوم بيموت وبيطلع مرة ثانية من قبره، على فكرة هذا كله حكي سوالف عجايز، ما بيقوم غير يوم القيامة بس. وإذا بتشوفوا واحد على شكل واحد ميت يعني تصدف هاي، فبكون هذا الجن متشكل. وقبل ما ننهي الفيديو مثل ما بدينا بننهي، بنقول يا ريت تشتركوا بالقناة وتحطوا إعجاب وتفعلوا الجرس، ودمتم بخير. السلام عليكم.